السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. معنا استخارة من القرآن الكريم لمواليد برج السرطان، صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. اتمنى من احبابنا في الله فضلا وليس امرا ان يدعموا الفيديو باللايك. اخواتنا في الله المشاهدات بتكون عندنا على الفيديو بتكون بتتعدى ال1000، لكن نلاقي يعني على الفيديو 20 لايك 30 لايك 50 لايك، ففضلا وليس امرا احبابنا في الله ادعم الفيديو باللايك وانزل في التعليقات صلي على الحبيب المصطفى، ان شاء الله تكون بشرة خير ليك وتكون الفرحة ديالك باذن الله تعالى. سورة آل عمران، اللهم صل على سيدنا محمد وآل بيته الطيبون الطاهرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الكاشف، لا اله الا الله، بسم الله بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد. عندك تغيرات كثيرة، عندك تغيرات، عندك تغير وفي قرار، يعني في قرار عندك مهم انت مستنيه، مستني مكالمة دايلك من وراها مال، او دايلك من وراها بيع، او دايلك من وراها شراء. انت منتظر مكالمة من حد هيكلمك. في عندك بيع او شراء، لا راح تبيع محل، او راح تبيع شقة، او راح تبيع منزل، او راح تبيع سيارة، او راح تشتري حاجة. عندك لقاء بشريك، عندك لقاء يعني ارى في بداية حب او منصب او سفر، او في حد بيدعمك من الخارج، في حد عندك بيدعمك من الخارج، وعندك ديالك بشر السفر. ابشر ابشر ابشر. عندك راح تمتلك شيء جديد، عندك شيء راح تمتلكه، وفي توثيق عقود، يعني عندك شيء راح تمتلكه شراء او هتوثق عقود باذن الله تعالى. صلى على الحبيب المصطفى. بس هنا خلي بالك، ابشر ابشر ابشر، جاي لك حد، يعني الحد ده هيساعدك، هيدعمك، هيكون معاك، هيقف معاك بعد التعب كل اللي حصل في حياتك. عندك نجاح مهني واموال، راح تنسيك شريك نرجسي وخروج من علاقه سامه، هتخرج من هاي العلاقه السامه باذن الله تعالى. بس انا ارى للبعض هنا يعني في عرض ارتباط جديد، عندك عرض ارتباط او زواج يعني من شخص يعني بيحبك او كويس هاي الشخص ده زي ما بيقولوا. بس ترى هنا في ناس داخل حياتك تعباك، خنقاك، كسرة قلبك، جرحتك، قلق، يعني اذتك كتير، الناس دي اذتك، تعبتك، لان راك يعني قلقان ومحتار وعندك تفكير كتير، بتفكر كتير، بالك مشغول، يعني مش عارف تاخذ قرار، محتار. اكتر حد عندك الحيرة، اكتر حد عندك الخنقة، اكتر حد عندك الضيق. بس الحظ معاك، دايلك الحظ معاك، والرزق معاك، باب الرزق مفتوح لك، باب الرزق والحظ مفتوح لك. بس انت تعبان، عندك طاقة سحر وطاقة مس كمان، عندك مس وسحر. بس روحانيتك عالية، عندك روحانيات، بالصلاة على النبي، روحانياتك عالية جدا، بتديك الإحساس قبل الشيء قبل حدوثه، بتديك إحساس، وإحساسك بيكون صادق. رؤيات المنامية ساعات بتكون معاك صادقة، بس معاك بتكون نسيها، لأن رؤياتك المنامية فيها أدلات أو حداث صحيحة أو حداث صادقة كثيرة، لكن بتنساها. زيد أكثر في صلاتك، صلاتك في أوقاتها، صلي عليك أذكار الصباح، أذكار المساء، والتخلص من السحر والمس الشيطاني، لأن روحانياتك بالصلاة على النبي كويسة جدا. وشاف الحظ معاك، يعني أنت مش تعبان جسديا، لكن يعني ماديا كويس معاك، لكن تعبان جسديا، تعبان نفسيا، مخنوق، متضايق، حابس، قفل على روحك، يعني قاعد 24 ساعة بتفكر، محتار، مش عارف تاخذ قرار. يعني مش طايق روحك، مش حابب تتكلم مع ناس، مش حابب تخرج، مع انك لما بتخرج بتحس بالراحة، لما بتخرج بتحس بالسعادة، او بتخرج بترتاح نفسيا، بس انت مش حابب كده. مخنوق دايما، متضايق دايما من هذا منطقة السحر. بس عندك شيء جميل قادم ليك، وتعويضات الهية قادمة، عندك خبر يعني خبر مفرح، خبر ليك، يعني عندك بركة في الرزق. في حاجة تخص العمل هتخلص، او عندك ترقية في العمل، رح نجمك يلمع في مجال عملك، لان عملك رح تندح منه. العمل دايلك شهرة او ترقية او مبلغ مالي، لان انا رح دايلك فرحة من نسبة العمل. في حدا مفقودة منكم، حدا مفقودة او حدا رايحة منكم، أو لأن الرق يعني بتحصل على شيء مفقود منك أو رايح منك، هذا الحدا دي رايحة منك مفقودة، راح تحصل عليها وراح تلاقيها. عندك قرار، عندك قرار صح، القرار ده هتاخده صح،
وبعد ما تاخذه يعني القرار ده يخص عملك، وهتلاقي دليل يؤكد ان انت القرار اللي خدته ده صح، مع انه انت يعني خايف او غلقان او محتار، لكن قرارك اللي خدته هو الصح وهو المنطق، هو الصح القرار اللي خدته. في شخص انت هنا يراك بتحبه قوي، بس يعني مش عارف توصل له، او مش عارف ازاي يقرب منك او يكون ما بينك وما بينه تواصل، بس هنا في مواجهة مع حد. هتواجهه شخص، هتواجهه هيحصل كلام ما بينك وما بينه، هو يريد لك أذى، الشخص ده يريد لك أذى، يريد يؤذيك، يريد يدمرك، يريد يكسر قلبك، يريد يجرحك، أو عايز يكسرك، لكن هتواجهه. عندك مواجهة ما بينك وما بينه، ربنا معك وهينصرك عليه بأمر الله. بس أنت هنا راك عندك كمية ندم، ندمان ليه؟ عندك كمية ندم، يعني راك هنا ندمان، ممكن ندمان على فضفضة من لسانك، من كلامك، ندمان على الفضفضة، ندمان على طيبة قلبك، لأن أنت قلبك طيب، بتتكلم مع الناس بحسن نية، بتتكلم مع الناس بطيبة القلب، لكن الناس بتاخذ الكلام وبتوصله لناس تاني، لأن راكن ندمان على فضفضة قلت، يعني مع إنك أنت معك حق، الكلام اللي قلته صادق، بس الناس زودت عليه كلام ووصلته لناس تاني، فحصل كلام أو مشاكل. بلاش يعني كل اللي بقلبك يكون على لسانك. عندك مفاجأة حلوة، مفاجأة حلوة يعني غير متوقعة ليك، قدامك 3 نقط، ممكن تكون هدية، هدية قيمة يعني، هدية كويسة ديالك، وفي منكم دات له هدية، دات له هدية من الخارج كمان، يعني دات له هدية كويسة في حد منكم، وكمان دياله هدية غالية. عندك برضه هنا استلام أوراق أو سيكة، ممكن تقول حكومية أو بتخلصها، مهمة يعني تخص أنت منتظرها، هتستلمها تخص عملك، الوثيقة دي أو أوراق أو حد هتستلمها هتخص عملك، تخص العمل أو شغلك أو هتعلي من شغلك يعني هنا. وعندك برضو هنا أمور خير فيها ليك بإذن الله تعالى، يعني في خبر مفرح، أنت منتظر مكالمة، أنت منتظر مكالمة أو بترد على حد مردي أو بترن على حد مردتش، أو منتظر مكالمة، في مكالمة تديلك، يعني قدامك خلاص قدامك خطوتين، وان شاء الله المكالمة دي ديالك، المكالمة دي ديالك. عندك هنا يعني ستفادى بأفراح قادمة ليك، انفراجات طال انتظارها، وستبدل أحوالك بإذن الله تعالى للأحسن بإذن الله تعالى، إن ربك إذا أعطى باب الحظ، باب السعادة يتفتح قدامك، أنت كنت بتحاول تفتحه واتفتح معك واتفتح، بس هو يعني اتفتح في الأول كان معك باب السعادة واتقفل، اتقفل من السحر. باب الرزق وباب الراحة كان مفتوح معاك، كل حاجة كانت ماشية معاك، لكن انقفل من السحر والبس، فراح يفتح معاك، ومنكم فتح معاه الباب، باب الحظ وباب السعادة اتفتح معاه، وراح يكتمل الباب فيه الخير، فيه السعادة ليك. بس انت هنا يعني حاول تخلص من الطاقة دي اللي عندك، الطاقة دي برضو عندك تعبانك، تعباك، لأن أشوفك قلقان. بلقان ومخنوق، بس في مكالمة أو رسالة هتديلك، يعني المكالمة دي أو الرسالة هتديلك من شخص ده غايب عنك، يعني غايب عنك بقاله فترة، الشخص ده غايب عنك بقاله فترة، هتديلك المكالمة. ورا هنا أمور هتكون مثيرة ليك، هتندح وهتعلي، وشأنك هيكون أعلي، وهتندح وهتثبت للآخرين إن أنت الصح، وأنت وصلت لهدفك بدون مساعدة حد. بدون مساعدة حد، محدش ساعدك، محدش وقف معاك، محدش دعمك، مع انك بتدعم الناس كلها، الناس كلها بتساعدها، بتدعمها، اللي بيطلب منك حاجة بتديها له، مش عايش حد عن حد، وبتحب الناس، بتحب الخير للناس كتير، لكن الناس بتحب لك الشر. أراك هنا راح تنهي إنهاء شر وإعلان نصر على الحزن، على الحزن. في منكم المبتعدين منتظر عودة حبيب، منتظر عودة الحبيب، وللبعض خلي بالك حبيب في علاقة سرية في طرف ثالث، في طرف ثالث. في منكم هنا يعني دخول أو دخلتوا يعني البعض منكم مع شخص حبته وعطته له كل الثقة، لكن طلع خاين أو مش كويس، أو هو متعدد العلاقات في علاقة سرية،
والتعب اللي عندك اللي في جسدك. البعض يعني منكم هنا أرى ظهور أشياء غريبة في جسده مثل حروف أو خدوش أو تعب عمود فقري أو أحلام مزعجة مثل كلاب، قطط، حيوانات، أسود، نمور، أفاعي. هي من السحر أحبابي في الله. منكم برضو حاسس وعارف إن السحر وحاول يفكه بس مش عارف يفكه إزاي، طبق كذا طريقة أو ماشي في طريق العلاج بس مش عارف، محتار، متردد، مش عارف تفك ولا لا، مش عارف توصل للهدف الصح. كل ده من السحر. السحر وست، يعني ست اللي عاملة لك السحر ده، ست دي قريبة منك، يعني قريبة منك جدا، مش غريبة عليك، هي قريبة. الست دي مش غريبة عنك، يعني قريبة منك قوي. بس هنا انت يعني في اشخاص هنا اراها ان الاشخاص دي نسيت نفسها، الاشخاص دي نسيت نفسها، نسيت يعني اصلها، يعني اراهم وبيتعالوا عليك، لكن اراك في مواجهة حادة، وهتوريهم مقامهم، وهتوريهم نفسهم، وهتوريهم ان هم اصلهم ايه، او الناس دي ايه، وبتتعالى ليه، او شايفه نفسها ليه. هتوريهم مقامهم وتوقفهم عند حدهم، لان راك هنا في مواجهه حاده ونصر ليك انت، ونصر راح تنتصر. بس هنا في اشخاص حواليك يعني بيحاولوا يمسكوا عليك غلطه، الاشخاص دي بيحاولوا يمسكوا عليك غلطه واقفين لك على الوحده، دول واقفين لك على الوحده، يعني الناس دي واقفه لك على الوحده، ولكن انت كيدهم لانك انت ماشي في مشوار عملك او رزقك، ماشي في هدفك وبتحب هدفك وحابب توصل وحابب تكون ناجح واسمك يكون عالي، يكون لك شأن عالي. هتوصل للي انت عايزه، هتوصل للي انت عايزه. برا منكم هنا برضو البعض اكتشف اسرار، يعني كشفت انت او انت اسرار، يعني وعرفت ان في شخص بيخونكم او مش كويس. انتوا تحررتوا من قيود، تحررتوا من علاقة، تحررتوا منها، ما تزعلوش ان انتوا يعني سبتوا العلاقة دي. ربنا كشف لك عشان خاطر تبعد عن العلاقة دي، لان العلاقة دي سامة او هتأذيك. عندك برضو القراءة دي احبابي في الله، خد اللي طابق عليك، اخواتنا نساء او بنات او رجال او شباب، خد القراءة احبابي في الله اللي طابق عليك. مش كل القراءة دي ليك، القراءة دي عامة وليست خاصة أحبابي في الله. فضلا وليس أمر يدعم الفيديو باللايك أخواتنا في الله. عندك بشرى يعني وفرحة كبيرة، استقرار، عندك كمية استقرار في منزل جديد، فرحان مبسوط، وراح يفك الكرب اللي انت فيه، المشكلة اللي انت فيه، الحكم أو السجن أو سجن. عندك حد عزيز على قلبك مسدود، عندك عليك حكم أو أوراق بتخلصها في المحاكم، حد بيخلص لك في الأوراق أو بيخلص لك في شغل المحاكم، لأن فيها خير ليك، فيها خلاص يعني هتاخذ البراءة أو هتخلص ورقك بخير، راح يخلص الورق هاي الأيام بإذن الله تعالى. في حدا غالي على قلبك راح تحققها، عندك تحقق أمنية غالية على قلبك، عندك تغير عتبة كما قلنا، هتغير العتبة والأوراق الحكومية هتخلصها، العتبة إن شاء الله يكون فيها السعادة ليك، فيها الراحة ليك، فيها بعيد عن المشاكل. هتكتشف برضو يعني أنت قلقان، عايز تكتشف السحر، عايز تكتشف مين اللي عمل لك، عايز تكتشف حاجات كتيرة، عايز تكتشف، عايز تعرف أسرار، عايز تعرف أخبار، لأن راك برضه هتكتشف أمور حقائق حواليك، راح تكتشفها الأمور اللي حواليك والحقائق اللي حواليك، كل حاجة راح تكتشفها بإذن الله تعالى، وهتعرف مين معاك ومين عليك. هتعرف كل حاجة. بس انا اراك في ناس خايفة من بكرة، خايف ليه؟ قرب منكم خايف من بكرة وقاعد بتفكر في اللي داي، سيبها على الله، بلاش تفكير، بلاش حسبانية، احسب شغلك، بص لمستقبلك، بص بلاش التفكير الكثير وسيبها على الله، بص لهدفك اللي انت ماشي ليه، بص لمستقبلك، بص للهدف اللي عايز توصل له، وبلاش كثرة الكلام، بلاش كثرة التفكير وكثرة الكلام، الكلام بيعطل اللي داي، بيعطل المشاريع، بيعطل مستقبلك، بلاش كثرة الكلام، خليك في مستقبل، لأن أرى نجمك بيلمع، وأكثر حاجة في مجال عملك، أكثر حاجة في مجال عملك، نجمك بيلمع، مع إنك يعني تعبان، مخنوق، متضايق، همدان، مش بتاكل، صحتك تعبانة، كل ده هيستعد. الظبط معك بالتدريب بإذن الله تعالى، كل شيء لأنك راح تعلى، شأنك هيعلى. بس هنا يعني عندك الفرحة، بس الضيق يعني أنا برضو يعني
الضيقة والخنقة مزعلاك جوش، أرى الضيقة والخنقة مزعلاك، مش عارف يعني، ممكن تقول مش عارف تفضفض، مش عارف تتكلم، مش عارف تاخد راحتك، قلبك هيطمئن، هيطمئن بإذن الله تعالى. بس الكلام اللي بيضايقك أنت يعني سمعته، الكلام ده بتسمعته أو بتسمعه، الكلام ده قام هون ضايقك، تعبك، عندك يعني طاقة تعب أو طاقة خنقة أو طاقة ضيق. بس عندك هنا التغيرات قادمة، قادمة بإذن الله تعالى، تدق بابك. عندك طريق سفر، حد بيدعمك أو حد عايزك تسافر له، أو حد بيدعمك طريق السفر، لسه أنت مأدي للسفر، أو الطريق دايلك لسه قدامك السفر، ديالك طريق السفر بإذن الله تعالى، قادم ليك طريق السفر، في خير ليك، في فرحة، في سعادة، في خير بإذن الله تعالى. وانت راكنة خرجت ناس كتير من حياتك، خرجت ناس كتير من حياتك مش كويس، الناس دي انت خرجت من حياتك وارتحت، او كبرت دماغك، او بعدت عن الناس دي، بعدت عنها وارتحت خالص. ان شاء الله ديالك الفرحة بإذن الله تعالى والسعادة، لان قلبك طيب. اتمنى من احبابي في الله كل من يشاهد الفيديو فضلا وليس امرا اخواتي في الله، ادعموا الفيديو باللايك، وان كنتم لم تشتركوا في القناة فليشرفني اشتراككم في القناة، وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وإن كنت بتعاني من السحر